السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي استابلتي اي اي عمل ستيبل ام، ده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي لانجوج موديل، بحيث انه عمل زي شات جي بي تي، تقدر ان انت تسأله وتتناقش معاه. هو حتى الان العرض بتاعه ضعيف لانه لسه ما اتدربش بفيه كفاية، لكن ميزته انه اوبن سورس، فتقدر ان انت تحمله وتتدرب معاه زي ما انت عايز. هتيجي هنا هاجنج فيس وتبدأ هنا تسأله مثلا اي اي، هيبدأ بقى تدي له سبميت، هيبدأ يديك النتيجة. هو عامل زي شات جي بي تي، هو بيقول لك الاي اي ده خسارة الارتفيشال انتليجنس، وبدأ ان هو يشرح. تقدر ان انت تتدرب عليه وتقدر ان انت تحمله عندك و تبرمجه زي ما انت عايز.